سلام لك عاد ما وبل السد. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه وسلام. نحييكم من هذا الموقع من ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة بانطلاقة هذا المهرجان الكبير الذي يأتي في نسخته الخامسة، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. هذا هو اليوم الثاني كما شاهدنا في يوم الأمس انطلاقة سن الحقائق، يأتي يوم الثاني والخاص بسن اللقايا في فترته الصباحية يحمل 15 شوطا. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تعلن هذه الانطلاقة وتسير هذه الأسماء القوية والمشاركة هنا لأبناء المنطقة. بينما يأتي التنويه في هذه اللحظات كما ننوه بأن أصحاب الحول والزمول سوف يكون الفحص المسبق من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة، بينما من الساعة التاسعة وإلى الساعة الواحدة سوف يكون فحص الدم والخاص أيضا بسن الثنايا. وجب التنويه للجميع. على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نسير مع أول أشواط هذا اليوم، ننطلق مع أول سيارات هذا اليوم مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول. حشيمة تأتي في الصدارة الأولى، محمد بن بطي بن محمد الأغفلي من يتواجد هنا على الصدارة على المركز الأول، بينما اللي احتلت المركز الثاني الوصول من وداع سالم بن سعيد بن علي المسافري وصل في هذه اللحظات ليقدم أيضا وداع هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت أيضا هنا رمز المها عبد الله بن خليفة بن عنتر الأغفلي وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم الكبير في انطلاقة سن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. هنا مشاهدين الأعزاء الشاهينية سلطان بشطيط بن عبيد الاكتبي تأخذ المركز الرابع، انتقل مباشرة هنا إلى المركز الخامس الوصول من المجنونة أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري وصل في هذه اللحظات ليقدم المجنونة. الجنون سوف يكون في الكيلومتر الأخير الخاطري، بينما هناك وصلت الشاهينية عبد الله بن عبيد أيضا يتواجد هنا الاكتبي. مشاهدين الأعزاء أيضا من يتواجد ويقدم لنا بن عبيد بن صليج الاكتبي ينطلق من خلال هذا المسار، ولكن اللي قادمه الطيارة سيف بن علي بن ضحاك الشامسي وصل الشامسي ليقدم هذا الشعار، شعار مغادر بالفعل. الأسماء القوية الانطلاقات المثيرة، أول القادمات على المركز الثامن حاملة الرقم 40 وصلت العزوم مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي وصل بشعاره الكبير والعملاق أيضا، بينما هناك الوصول من اللي زعفور حمد بن سيف بن حميد العليلي. هكذا النتيجة، وهنا الوصول من القادم الخوارة سالم بن غلبان بن حمد الحافري وصل على المركز العاشر. هكذا مشاهدين الأعزاء مشاهدي قناة ياس الرياضية متابعي هذا الحدث الكبير هنا من إمارة رأس الخيمة من ميدان السوان ميدان التقنية العليا. بالفعل التغيير الذي جرى وطرى، وداع 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 هي من بدأت توادع الجميع. سالم بن سعيد بن علي المسافري بدأ يقدم وداع، ولكن هنا شعار المهندس أحد الشعارات العملاقة والخطيرة يأتي هنا مع حشيمة محمد بن بطي بن محمد الأغفلي يقدم هذا الاسم. أهالي فلي معلى أيضا بانتظار السلامات يا أبو بطي من خلال هذا الشعار، ولكن هنا بالضحاك وصل ليقدم هذا الاسم. مشاهدين الأعزاء الطيارة، وبنقول طارت الطيارة هنا تحمل الرحلة رقم 1 بقيادة الكابتن، هنا أيضا من يقودها سيف بن علي بالضحاك الشامسي على المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى شعار بن عنتر القادم مع رمز المها عبد الله بن خليفة
غريبة. بن عنتر الغفلي ينتقل من مركز إلى آخر، يأتي بالمركز الرابع، بينما اللي في المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات اللي هي أيضا الشاهينية سلطان بشطيط بن عبيد الاكتبي. هكذا ندانا، هكذا الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. المركز السادس زعفور حمد بن سيف بن حميد العليلي وصل في هذه اللحظات. والمركز السابع تأتي شاهينية عبد الله بن عبيد بن صليج الاكتبي، وصلت المجنونة لأحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري. هكذا النداء مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى وداع على المركز الأول، وداع على الصدارة الأولى. 2 كيلومترات ما تبقى مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خط النهاية. وداع 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 على الصدارة الأولى، على السيارة الأولى أيضا وداع، ما زالت أيضا متمسكة بالمركز الأول. تبت وادع الجميع هنا، بدأت أيضا بالاتجاه الصحيح. يأتي أيضا مالك وداع سالم بن سعيد بن علي المسافري، ولكن الغفلي تحرك مع أيضا حشيم محمد بن بطي بن محمد الغفلي على المركز الثاني. الطيارة سيب الضحاك الشامسي يصل على المركز الثالث ليقدم سيب بن علي بالضحاك الشامسي. وهنا وصل بن عنتر رمز المها، رمز المها وصلت في هذه اللحظات. يأتي أيضا مع رمز المها عبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي، الاسم القادم مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. دمعة سعيد بن عوض بن سيف الاكتبي يقدم دمعة من الجانب الآخر. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية يا وداع، هكذا الانطلاق المثير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هذه هي وداع على المركز الأول، هذه هي وداع الأسماء القادمة. وصلت حشيمة، وصلت حشيمة محمد بن بطي بن محمد الغفلي. الله 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 الله، الأسماء القادمة، الأسماء المنطلقة هنا. الوصول من دمعة سعيد بن عوض بن سيف الاكتبي إلى أين الناموس. الطيارة سيف بن علي بالضحاك الشامسي. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية والعملاقة. الصدارة مع وداع، المركز الأول مع وداع. وصلنا مع هذه الأسماء، شوفوا من القادمة. وصلت هذه اللحظات مياسة مصبح بن سالم بن مصبح النعيمي شعار بن صاروخ، وصل، وصل بن صاروخ من قدم لنا البدع في أمس يوم الأمس. ولكن وداع بدأ الرقص مع وداع، وادعت وداع الجميع، ودعت وداع الصدارة، وداع وداع الستمائة متر الأخيرة، وداع على الصدارة على المركز الأول. سالم بن سعيد بن سالم المسافري صاحب الميدان بالفعل يقدم هذا العرض الجميل، هذا الأداء الرائع. هذا هو مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. أهالي البرير أيضا يتابعون المسافري مع وداع. سلام يا وداع، سلام، سلام يا وداع، سلام على الفوز والانتصار. سالم بن سعيد بن علي المسافري في المركز الأول في الصدارة الأولى. بالفعل قامت الشوط راس وتنهي راس تهانينا والناموس. وسلام يا البرير، سلام على هذا الأداء الكبير مع المسافري والمركز الأول. هذه هي مشاهدين الأعزاء وداع تصل بحفظ من الله ورعاية سالم سعيد بن علي المسافري. سلام المسافري، سلام المسافري على هذا الفوز والانتصار. بينما اللي احتلت المركز الثاني وصلت أيضا حشيمة لمحمد البطبي بن محمد الغفلي المركز الثالث. ياسر مصبح بسالم بن مصبح النعيمي المركز الرابع. المركز الرابع الطيارة للسيف بن علي بالضحاك المنصور. المركز الخامس دمعة سعيد بن عوض بن سيف الاكتبي. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، القوة والإثارة. وداع هي من تدون اسمها بأحرف من ذهب في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهدي أبو ظبي. هكذا المهرجان يا أبا خالد، شكرا على الدعم الكبير برياضة الآباء والأجداد. هذه هي النسخة الخامسة، وهذه هي وداع أيضا تأتي بالمركز الأول. 7:38، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمالك سالم سعيد بن علي المسافري على هذا الفوز والانتصار. اللي احتلت المركز الثاني حشيم محمد بن بطي بن محمد الغفلي، قدمت عرض رائع وجميل حيث قطعت المسافة 7:42، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا هو الناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث في مياسة لمصبح بن سالم بن مصبح النعيمي شعار بن صاروخ. بالفعل
من حط بالمركز الثالث مشاهدينا الاعزاء بسبع دقائق 43 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ايضا من خلال هذا الفوز والانتصار شاهدنا اول اشواط هذا اليوم، بينما ننوه ايضا على ايضا ملاك الحولي والزمول المشاركين سوف يكون الفحص المسبق في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم، ومن ثم ايضا يستكمل من الساعة التاسعة وحتى الساعة